فودافون تقدم. رمضان جالك وفرحنا. الثالث اللي عندك ده ولا فامبارسي؟ يا جماعه يا جماعه احنا قاعدين مزنوقين على الكنبه كده ليه؟ ما الكنبه فاضيه على اليمين اهي. رمضان جالك وجابلك معاه ميست جول. يا كابتن ما تكبرش الموضوع عادي والله بجد. لا 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 بتطلبوه مني مستحيل خلاص مش هعمل كده تاني. الإفيه حرق بالنسبة لي اتعمل 5700 مرة لا يمكن اعمل كده تاني. مكبر أول موضوع يا أيمن شوف ايه كابتن. صعب 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 كابتن. صعب كابتن. ها كابتن. ها احنا عايزين حضرتك تشوط مش يمين شمال يمين كمان وشمال. كمان شمال يعني كمان شمال أخون التاريخ وأخون المونديال وأحطها في الشمال. لا 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 اللي بتطلبوه مستحيل. يا كابتن الدراما دي يا كابتن احنا بنطلب من حضرتك تلعب باسكت مثلا. يا ريت يا ريت لو باسكت يبقى احسن اسهل لي اعمل باسكت. ما ينفعش لو ما اقنعهوش كمان 5 دقايق هموت. ايوه يا كابتن بس احنا عندنا حاجه مختلفه. عداله السماء نزلت على استاد باليرمو يا مجدي يا عبد الغني. كابتن محمود بكر ناداني. دلوقتي مع المرحلة الأولى كابتن مجدي هيشوط على أيمن وزي ما انتوا شايفين أيمن وراه 10 كور عليها أرقام من 0 لـ9. أول 3 كور كابتن مجدي هيخبطهم هتبقى هي أول 3 أرقام. اتفضل يا كابتن. هوبا ومعانا خبطت رقم 3. أول كورة كابتن مجدي نزلها رقم 3. احنا كده محتاجين من الجولة دي رقمين. رقمين كمان يا خالد. هو هيفضل كابتن مجدي هيفضل يشوط لغاية ما يجيب رقمين كمان. اظن هتكون لمسة ايمن الاخيرة. صدف كورة. انا اول مرة اشوف ايمن بيجري كده بالمنظر ده. ايمن متحمس بطريقة دي. هو ان هو صدها. صدها واحدة كمان. ممكن. اول مرة اشوفه في حياتي. لا لا ايمن. ضرب الرقم الثاني. تاني كورة. رقم 1. رقم واحد ومعانا تاني كورة ضربها يعني الكابتن مجدي عبد الغني. رقم واحد. فضلنا عاوزين رقم واحد من الجولة دي وتنتهي الجولة الأولى. أظن ده أكتر وقت أيمن كان نشط. أنا مستغرب. أنا مستغرب. أنا مزبهل. أنا مندهش. شوف 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 بص 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 وصدها برضه وخبط واحدة. وبرافو كابتن مجدي بالرقم الثالث معانا في الجولة الأولى. ثالث رقم. رقم 6. أيوة. محطوط في الركن بتاع كابتن مجدي يعني ده كان رقم 6 ده كان واخد اعلى فرصه الصراحه. تمام وتنتهي هذه الجوله الاولى بسرعة. وسوف ننتقل بسرعة. الى الجوله الثانيه بعد قليل. وخلصنا الجوله الاولى وجبنا رقم 3 1 6 نخش على الجوله الثانيه. شادي تقول للمشاهدين قواعد اللعبه. الجوله في الجوله دي يا خالد كابتن مجدي واقف وقدمه 9 كور. الهدف هنا انه يضرب ايمن بالكور دي. عدد الكور اللي هتيجي في ايمن هو رقم الجوله الثانيه. اظن دي سهله جدا بما ان ايمن يعني واقف في الجون ما اظنش انه يعدي. هيعدي بسرعه جدا 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 جدا. تفتكر هيجيب 9 كور في ايمن؟ انا بقول هيجيب على الاقل 8.
خلينا نشوف. ما جاتش في أيمن. الله الله. ممكن الله نشوف الريبلاي يا أستاذ محمد. لاحظ يا لاحظ يا شادي، لاحظ يا شادي، شايف ادي كرة جت في المنطقة اللي بعديها في الظهر. تمام تمام تمام، حلو قوي. وطبعا كابتن مجدي روح رياضية، روح رياضية جميلة جدا، يعني حاجة جميلة جدا طبعاً. جدا يعني خبط في الكور وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يديله مساعدة. وانتهت الجولة الثانية. احنا معانا كام كرة يا شادي ضربت في ايمن النهاردة؟ انا عديتهم 5، بس هم اتضح ان بعد الاعادة خبطت في ايمن 4 كور فقط. فعلا اتشاط في اول كرة خبطت فيه، أول واخر 3 كور، اول ضربة، ايوة سقوط واخر 3 ضربات مع السقوط. كده شكرا يا ايمن، وايمن فرحت جدا، ايمن فرحت جدا معانا. 3-1-6-4 الرقم الخامس. استنونا عشان نسحبه على الهواء بعد الفاصل.